ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علم موقع أشكين من مصادر داخل البرلمان المغربي أن حفل الشاي الذي تتم إقامته على هامش افتتاح الدورة التشريعية الخريفية سيتم إلغاؤه هذه السنة. وحسب المصدر نفسه فإن الظروف الوبائية التي يمر منها المغرب على غرار العديد من بلدان العالم فرضت تطبيق إجراءات استثنائية هذه السنة خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة الجمعة المقبل 9 أكتوبر، ومن بينها إلغاء حفل الشاي، وذلك تفاديا لأي خرق محتمل للتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها بصرامة، تفاديا لتحول الحفل إلى بؤرة وبائية. ويذكر أن الملك محمد السادس كان قد أعطى توجيهاته السامية قصد ضمان سلامة البرلمانيين لا سيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.